راح ننتقل وياكم إلى موضوع أيضا مهم جدا بالنسبة للمرأة المحجبة. الله سبحانه وتعالى فرض علينا الحجاب في هيئة معينة في شروط محددة كل المسلمات يعرفوها، بداية من شكل الحجاب اللي نظهر به باعتباره هو اللي ينطي الطابع الأول لكل شخص يعني يلاقينا، يعرفنا من خلال هذا اللبس اللي نلبسه احنا هو حجاب انه احنا مسلمات. طيب المرأة بطبيعتها والإنسان بصورة عامة بطبيعته يحب يظهر بصورة جميلة، يعني لربما بعض الشخصيات النسوية يقولون إنه الملابس الخارجية لربما هذه هيئة الحجاب ما راح تظهرها بالشكل الجيد. احنا اليوم من خلال فقرة الحجاب سعادة راح ننطي معلومات من خلالها وبواسطة زميلتنا العزيزة ندى الشمري، راح تنطينا معلومات جميلة جدا عن موضوع الحجاب من ناحية كيفية ارتداءه، من لفات الحجاب، من ألوان الحجاب الخاصة، حتى نوع اختيار قماش الحجاب بحيث يكون حجابنا شرعي وإن شاء الله يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى. فتعالوا ويانا راح نشاهد وياكم أولى هذه الحلقات من فقرة الحجاب سعادة ونستمع إلى ندى وكيف أنه أو ما هي المعلومات اللي حابة تقدم لنا إياها من خلال هذه الفقرة. خلنا نتابع وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ومتجددة لجميع مشاهدي قناة كربلاء الفضائية من خلال برنامج صباح كربلاء. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من فقرة الحجاب، سنبدأ بها في الآية الكريمة من سورة النور آية 31. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. في هذه الآية الكريمة يحثنا الله سبحانه وتعالى على غض البصر، وغض البصر هو نوع من أنواع الحجاب. غض البصر يقصد مطلوب أيضا من النساء والرجال. طبعا هنا في الآية أيضا تبين أنه عدم إظهار الزينة في مواقع الزينة، والمقصود هنا الحلق أو التراشي والأساور وأيضا القلادة اللي احنا نقول بالعراقي. فهذه الأمور يعني يجب أن تغطى لأنه أماكن زينة، فالخمار هو يغطي حتى يظهر الوجه فقط. لذلك هناك أهمية كبيرة للحجاب يحث عليها الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات الكريمة. الحجاب له أهمية كبيرة للمرأة لأنه يغطي مفاتنها، فالمرأة مخلوق جميل رقيق جذاب، الله سبحانه وتعالى خلقها بطبيعتها تجذب الرجل، فيها مفاتن تجذب الرجل، لذلك وضع لها الحجاب. والمرأة التي ترتدي الحجاب سيكون لها حرية أكثر في التحرك بالمجتمع، كعاملة، كامرأة عاملة أو كطالبة أو كعلاقات اجتماعية أو زيارة المرضى أو التسوق أو يعني الخروج إلى المعاملات، مراجعة المعاملات. فكلما تكون المرأة في ملابسها محتشمة أكثر تكون لها حرية الحركة و يكون لها أمان أكثر من مضايقات الرجال أو من غض أبصارهم، وكذلك تحصين أنظار الرجال من النظر إليها. ارتداء الحجاب أيضا هو يذكرنا بالفرائض الأخرى، يعني الحجاب فرض إلهي ويذكرنا بالفرائض الأخرى بالصلاة والصوم، لذلك هو يعني شيء إيجابي أيضا لشخصية، يضيف إيجابية لشخصية المرأة. وارتداء الحجاب هي مسؤولية شرعية، فعلى المرأة أن تحترمه. المرأة التي ترتدي الحجاب يجب أن تحترم الحجاب. ارتداء الحجاب هو مسؤولية شرعية على المرأة، وكذلك عليها مسؤولية احترام هذا الزي الشرعي.
لأن وذلك من خلال الحفاظ على بعض تصرفاتها، عدم المبالغة في الضحك أو المزاح في المناطق العامة، عدم المبالغة في الزينة الغير ضرورية، تقع عليها المسؤولية أكبر. والحجاب أيضا يحافظ على العفة والحياء، وهو خلق إنساني وأخلاقي يحافظ على المجتمع من التفسخ والوقوع بالمحرمات والحفاظ على علاقات اجتماعية سليمة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى لقاء جديد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.